دي صورتي وانا صغير، كان شكلي حلو. اما دي فصورتي دلوقتي. طبعا انتوا بتسألوا نفسكوا ايه اللي عمل فيها كده، ما تستعجلوش، اللي هتشوفوه دلوقتي هو اللي حكيلكوا على كل حاجة. كل حاجة. انا كنت متفوق ورياضي، بحب الكورة، بموت في حاجة اسمها الاهلي، صالح سليم، حسام حسن، ابراهيم حسن، ده طبعا قبل ما يروح الزمالك، لحد ما قابلت ده الكشاف الشهير بطازة، فهمني انه عايز لعيب، بس مش لعيب الكورة، لعيبة اجرام. ابتدوا يجي واحد ورا التاني، وطبعا فهموني ان كل دي صدفة، كانوا بيضحكوا عليا طبعا، لكن الحقيقة ان مفيش حاجة عندهم اسمها صدفة خالص، كله محسوب بالدقيقة وبالثانية. استغلوا ظروف المادية، بدأنا بسرقة العربيات، نعمل نفسنا بنتصور جنب اي عربية ونفك اي حاجة منها، لحد ما العملية اتطورت وبقينا نسرق العربية كلها على بعضها. عددنا زاد وبرضو عدد الضحايا بيزيد، لحد ما عددنا يصغر. في اللحظة دي عرفت ان رجلي جت في فخ لا يمكن اطلع منه ابدا، وبدأنا نعمل عمليات كبيرة. دي صورة اول عملية كبيرة عملية، هتصور معينة الهندسة تشوف هي مهمة فيها، ناخد رهاين نطلب فيها، وبدأنا نجهز للعملية، اقناع ومعدات واسلحة اشكال والوان. وعلى فكرة دي مجرد عينة بس، حصلت مطاردة عنيفة بيننا وبين البوليس. في وسط المطاردة عربية البوليس انقلبت. تاني يوم بفتح الجورنال لقيت ده شهيد الواجب، عسكري بسيط مات في وسط المطاردة. في الوقت ده سألت نفسي، احنا ايه اللي بنعمله ده؟ ايه القرف اللي احنا بنعمله؟ ليه بنعمل كده؟ ليه بنأذي البلد دي؟ البلد اللي عايشين طول عمرنا عليها، على ارضها، نايمين اكلين شاربين فيها، ازاي بعد الحضارة دي كلها نقسي الناس؟ الناس الطيبين، الناس دي اللي كل هدفهم في الحياة ان هم يعيشوا في امان وسلام وبس. في الوقت ده قررت ان انا اعمل حاجة للبلد، حاجة لبلدنا، بلدنا كلنا، مصر.